والله الحرفة هي بصفة عامة يعني ممكن تقول من 74 أنا كنت بشتغل مع والدي طبعا في محل أتات تركيب الدراجات هدية والكراسي والأتات بصفة عامة، كنت نعمل فيه في البداية، وبعدين تعلمت بديت نخدم معه هنا أصلا رسمي ونركب في الأتات المنزلي والمكتبي من 74 لل 79 إلى أن وقفت التجارة طبعا ولغوا التراخيص، عاش في محلات وقفنا احنا في الحالة هذه. بعدها بديت في بداية التسعينات اشتغلت مع واحد قريبي باقي في محل أثاث حتى هو عنده باقي نفس الحاجات هذه، ركبنا معه واشتغلنا معه حوالي 3 سنوات، بعدين خشيت على الميكانيكا اللي هي الطورنو زي ما نقولوا احنا الطورنو والخراطة، اشتغلت مع صديقي وزميلي يعني الصادق علينا النيس المرحوم الله يرحمه ان شاء الله من الشهداء، هم اشتغلنا مع بعضنا سنوات يعني حوالي 4 أو 5 سنوات في الطورنو اللي هو هذه الخراطة والبريسة، استمرنا في الشغل. بعدها في الطورة طبعا الطورة وتعالى جاي الإنسان احتاج شوية لحد ما اضطرنا يشتغل أي شيء يعني، هم يقولوا احنا واحد يقول لك حرفة في اليد ولا تحتاج إلى حد يعني، حرفة في اليد ولا تحتاج إلى حد، نقولوا حرفة اليدين ولا مال الجدين لنهاية الأمثال يعني اللي تعلمناها على والدينا وأهلنا في السابق. المهم اشتغلت دراجات يعتبر من حوالي 2012 2012 قعدت نشتغل في الدراجات هنا في بيتي وندير ورشة، ما عنديش لا إيجار لا شيء، مدخول بسيط والحمد لله يعني. بالعكس الناس زالت في الإقبال على الدراجات، تو احنا عندنا السن الكبيرة هذه بدأت تأخذ في الدراجات وبدأت تتريض وبدأت يعني نقدر نقول لك مش أقل من 30% زبائن كلهم أكثر من 40 سنة يعني. والله التوفر متوفرة لكن الأسعار طبعا كل شيء زي ما تعرف أنت كل حاجة فيها زيادة في الأسعار، خاصة قطع غيار الدراجات هذا فيه زيادة واضحة يعني. بكل تأكيد أنا شنو اللي جابني الشغل هذا هو الاحتياج المادي يعني، لما تحتاج الإنسان لازم يدبر شغل فيه بيده ويحاول إنه يشتغل، ما تغطيش هي كل مصاريف مش نقول تغطي مصاريف كاملة لا، لكن الحمد لله يعني ساعد الحمد لله مع نقص السيولة مع كيف ما فيش خدمة ليبيا معبي خدمة ليبيا كلها خدمة ليبيا يعني وجود الشغل الحمد لله يعني. وأنا حتى نخصه وكان مدينتي هنا في زوارة يعني عندنا نسبة كبيرة من الليبيين يشتغلوا عندنا في كهرباء المنازل يعني أعداد ما شاء الله، عندنا في السمكرة الصحية ما شاء الله باقي، عندنا في الميكانيكا بتاع السيارات عندنا أكثر من 5 أو 4 ورش تقريبا اللي متأكد منها منها هذو يشتغلوا كلهم ليبيين يعني، عندنا شغل وناس اتجهت للشغل، الناس لما احتاجت المادة اتجهت للشغل، وأحيانا الضغط أحيانا يكون كويس يعني يستنتج منا ناس يخدموا ويطلعوا ويبروا مواهبهم، في شغل مو في شغل في ليبيا في شغل ما شاء الله الحمد لله يعني. والله عندي أبناء الزوز يحاولوا فيها ويشتغلوا معايا وتعلموا لحد ما يعني، عندي 3 أبناء أنا واحد الكبير طبعا ما اشتغلش لكن الأخرين الزوز حوالي واحد عمره 17 سنة وواحد عمره 18 سنة الزوز يشتغلوا يعني معايا يحاولوا فيها ويشتغلوا معايا وتعلموا إلى حد ما تعلموا إن شاء الله يعني يمسكوهم ويشتغلوا شنو ماذا بيتعلموا كل شيء